صباح الخير بابا، صباح الخير مشاهدين ديالنا، خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. المهم كنتمنى تكون مزيانين بالف صحه. هذه ماما قوان ديريك واحد هاد القهوه؟ لا السكر ما كنشربوش انا. ايوا كي دايرين؟ لاباس عليكم، كلشي بخير؟ كيف دايره صحتكم؟ كيف دايره عائلتكم؟ يا كلشي مزيان؟ المهم اليوم المنتظر صراحه، اليوم الفراق وفطرت يوم الفرح، حيت غادي نمشي نشوف راه جديد وصافي. لونطون صراحه ما شفتوش وكذا. الوغ اليوم غادي نسافر في قسم عليك الخمسه، دابا راه السته وقسمين. انا خصني نكون في المطار مع ديك السته ونص سبعه ان شاء الله الا كتب، حيت عندي الفول مع العشره ان شاء الله، يعني العشره غادي يكون في الطياره ان شاء الله، وغادي نديرو الالي ديالنا وان شاء الله مع ديك الجوج ديال المغرب غادي نكون ان شاء الله في تركيا الا كتب. عندي ربع سوايع و40 دقيقه تقريبا، الا دات الروطار خمس سوايع نيشان. ياك بابا؟ ايوا. ايوا كلشي مزيان؟ كيف صبحتي؟ الحمد لله. شوفوا الوليدات راه فاقوا مع الخمسه، عرفتي ما نعسوش، كيبقاو حاسين هكا غير كنغمضوا عويناتهم. الوالده؟ نعم بنتي. كي دايره ماما؟ الحمد لله. كتاكلي؟ صحتك وراحتك؟ كي دايره؟ قولي السلام للناس. الحمد لله. السلام عليكم، صباح الخير، كي دايرين؟ كلشي مزيان الحمد لله. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير حتى نتوما. يالله. ها يسرى، ها ابراهيم، ما شاء الله شوفوا شو مزيزين، قادم البارح وجازهم قالك بغينا نمشي معاك. حكيم اليوم توادرت معاه مع الصباح، لسوء الحظ ما قدرش يمشي معايا، عنده شي خدمه وكتاع، قلت لكم ديجا خدام هو، ما كسبش انه يمشي معايا المطار، كنت عواله بصراحه يمشي للمطار، ولكن ما كاين مشكل، هادشي اللي غنقول لكم. المهم مشى للخدمه، توادرت معاه وكلشي بلا ما نصور. ايوا دابا كان. المهم شوفوا الوالده انا شنو حاطه ليا، ها انتم شوفوا هنا شنو حاطه ليا، حاطه ليا شويه ديال التمره وهنايا الحليب والقهوه وصافي. حاطه ليا مسكينه السكر، قلت لها ما بغيتش الفطور، بغات دير لي الفطور كذا، قلت لها ما بغيتش، حطي هذا الشيء على قد الحال وصافي، مشي على الاقل غير ما نصرطوا شي حاجه ما نمشيوش بلاش. المهم خوتي العزاز، هما نزلنا لي فاليز، ها انتم نفس لي فاليز جبت معايا، بدلت غير هذه، ها انتم هذه حتى هي كانت ديالي صراحه، ملي جات عندي الوالده حطت لها فيها الهدايا وكذا، بغيت ندي معايا هذه وخليت الاخرى حيت باقي عامره الاخرى، كتخدم بيهم حيت كاين شي حوايج حيت من البلاكه. الوليدات ها هما، الوالد ها هو، ماما ها السيد غادي يجي دابا، باقي الظلام. المهم حنا كنتسناو. باي باي، دارنا بسلامة، نشوفكم ان شاء الله على خير وصحة ما يربي. يلا بسم الله يا رب، يا ربي تعاوننا. نسد الباب، تقيدة عليك انت فيا. لا صبري ما تقيدة عليك حبيب ديالي. لا ما تقيداش. بس نهز عليك هذاك الباس. المهم صافي راه حطينا لي فاليز هنايا، يا كرطينا يا كيمي كرطي تزويه، يا صافي راه نتو غير مزيان. المهم خوتي العزاز، حنا شادين طريق المطار محمد الخامس ان شاء الله الا بغى الله، ايغوبور محمد 5. اي فوالا، هذا مكان خوتي العزاز، الصديق ديال الوالده والغدينا، كنقول لكم ديالها من عائله. ايوا هذا مكان حميد، مامي كانت جيتها حميد، ياك كلشي مزيان؟ ياك تهنا لوكس؟ الحمد لله. الوليدات هما انا شتي نحس غاديين معانا، كيبكيو العفاريت. فاقوا بكري اليوم، اما كون قلتي لهم نوض نوض عادي ما يفيقوش. لا ياك يسرى، شوف ما شاء الله الجو اليوم زوين، عرفتي لابسه انا هذاك صراحه التوب ديالها شويه على الاقل باش ما يجيناش البرد. ايوا هذا مكان اخوتي العزاز، بسم الله تبارك الله، ايوا ماما الحمد لله، الحمد لله اوني بيان اريفي، الحمد لله والشكر لله انك مزيان. لا غيتك، يا غيتك حميدك، يا تجربي. شكرا يا تجربي.
غير ديس نقبه ماشي زوين صافي بني رن ها ماما يلا بسلامة سمحي لينا صافا خويا الناس كيفاش الله يعاونكم يا عرفتي تعطلت بزاف يلا الله يعاونكم بسلامة الله يعطيك الربا المهم السيد خلى بابا يدخل معايا باش الناس اللي كاينين اللي يهزوا لي هنايا حتى الباكاج ما كاينينش المهم حنا كنتسناو هنايا اش غادي ندير لكم مسكينة ماما هاي ماما شوفوا مسكينة ايوا صافي ماما لي فاليز ديالي كلشي الحمد لله نتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه وصافي اوكي خوتي عزاز ما مشيت ندفع هنايا لي فاليز ديالي المهم هذا مكان اخوتي عزاز اي بحق الله النهار صعيب 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 بزاف عليا المهم عرفتي الهضره اللي فات ليا المهم كيف ما قلت لكم ندفع الباكاج ان شاء الله ونرجع لكم اوكي خوتي عزاز المهم شوفوا راه هذا المال اللي عطاتني الوالده الرقية الشرعية حطتها لي هنايا قالت لي بنتي ديها معاك هكذا عشان انا خايفه غير يحيدوها لي ولا شي حاجه الوالده دابا فيها المال ديال الوالد اللي ديجا وريت لكم الرقية الشرعية باش انا نشربها ان شاء الله كما ديما الا كان معكم ربي سبحانه وتعالى وكذا ما تخافوا من شي حاجه الله سبحانه وتعالى ديما انا كان واقف معكم غير قول بسم الله وتوكل على الله ان شاء الله كلشي غادي يكون على ما يرام ايوا جيت لهنايا لتحت كنتسنى غير متابعي عيطو باش نعطي الباسبور ندخل للطياره ان شاء الله من كاتبين هكا في البي بلي غادي يديروا الديبار مع تسعود وقسمين ان شاء الله الى كتب ايوا هذا مكان اخوتي العزاز هادشي اللي كاين جاتني واحد الكحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله حيت أنا كنتخنق بصراحة والله ولات فيا عادة صراحة لله كون مكانش هاد الما خصني نطلب الما وكدا بزاف ديال الحوايج المهم هانتي الويدة شكرا شكرا على الما والله إلا واقف معايا إوا هاد الكحبة محطاتهاش فوق كاين حيت كاين دي تخوك غادي نحتاجهم هنايا إوا هدا مكان المهم الطيارة يلا غادي دير دابا الديبار نتمنى ان شاء الله نوصل بخير على خير ونشوفوا عليه بخير على خير بغيت نشوف غير رد الفعل ديالو كيف غادي تكون ان شاء الله الله يوصلنا على خير ما تنساوش اذا ندعو معايا لتحت التعليق كنشكركم بزاف بزاف على اي حاجه درتوها في حقنا في حق وليا في حق انا اللي حطيت الله كان الشكر قليل بزاف مش بس بروح جزاز ما يمخدينا هنا المونيز ما يمخدينا هنا الحفل
الحمد لله وصلنا بخير على خير. كنت الريح دازوني صراحه. المهم انا كنتسنى هنايا لي فاليز ديالي خاص يلا وصلت صراحه هنايا ما محنش البلاصه ديال الباسبور دغيا داكشي خف نزربان. المهم شوفوا الباجاج بزاف عارفيني عيما جيك ما يتسنى واحد نص ساعه ولا 40 دقيقه المينيموم. اوكي خوتي المهم هيا خديت هاد اللعيبه هنا في المطار كدير 10 دراهم صراحه رخيصه. اشتقت اليك يا اسطنبول الجميله توحشتها وتوحشت عندوش ديالي وتوحش الزوج ديالي. هاكاش غادي ندير هاد ياسين الحياه مسكين غيكون دابا كيتسنى يا ربي. ايوا رحنا عرفتي لي فاليز هو لي مشكله كبيره عندي انايا تقال 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 بزاف. المهم خوتي العزاز مع الاسف خرجت في الرقم الغلط خصني نخرج في الرقم 13 انا خرجت في رقم 9 قال لي علي انت خرجتي في الداخليه الطياره في الداخليه. المهم داك السيد اللي سولته قال لي خرجي من هنايا. المهم دابا كنتمشى اكثر حاجه كنكرهها في المطارات ديال اسطنبول كبار 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 بزاف 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 يعني الواحد كيضيع في هاي 12 13 هي الاخره كاع شحال غنتمشي شوفوا وصلت مشيت. المهم المهم غير نشوفوا الحب بخير وعلى خير ما عندنا حد غيره هادشي اللي كاين اخوتي العزاز. كيفك؟ بهديك الله. الورد حلو. والله. ضربوا ضربوا لي على الورد كيف داير؟ أنا ثاني على الضوء، شنو دابا كنضوق؟ والله ما عارف هذا الشغل. واه 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 نحطوهم. كيفك؟ علي نصر السنجان ما شاء الله انفتح وشك شوفي شوفوا ما شاء الله شوفوا ما شاء الله ما شاء الله شو هاد الحالة شو هاد الحالة؟ يا سلام على الكلام. والله واعرة والله يعني جد قرشك تنصدمتيني والله انتظرتيني غلط. الخارج دائما 13 والداخل 9 الحين زلمة سألنا هنا وكل الناس اللي جو بنفس الطيارتين يخرجوني باقي ما يتمشوا هيك سيدة. ليش تدري؟ الحين مثلا انا كسياح الزلمة اللي بيطلع اجباري اذا جاي من الخارجية نحن بننطر هنا. ايه ايه كلن كلن ومن هون ما نطلع دايركت على الباركينج. ايه رقم 13 معروف. وعدي تاني ارجع لكم. اذا انطرتي 9 غلط. فاتي ها وعدي عاوتاني بدا. بديتي عليا بس شطارة راح تفرق الكود باركود الباجاج يا الباجاج عاتي ماما بقات كتعمر لي الفاليزات دابا علاه باقي ما صقش الخبار ها ياك الحين زاد راح نتصل فيها. المهم الحين عالي باقي ما ساقش خبر بلي انا معمر هذا كامل حيت وصاني قال لي ما تعمريش ما تمحنيش ماماك. كانت الرحله جزال ياك عالي ياك عالي هانتوما صافي قبل كنت كنصد عليكم راسكم ياك عالي ياك عالي صافي دابا انا رجعت ثاني
نرجع لكم عاله. شحال واحد كيسول عليك؟ شوف باقي هادو الكراسه أه؟ باقي ما شدت. ايه يا الله، رحت جيت انا بفاليز. ايه رحت بفاليز جيت بفاليز. بس حلو دمع هاكا هذا الجنغر. بس تصور شو في جواته. انت الحين لسه مسك خبر. والله ما تقول الحين جنوار. والله انا قلت لك لا تكثر ان شاء الله، يعني لا تجيبي غرار كثير ان شاء الله. اعطيني الورد ديالي. اي هذا ضروري. ناري يعجبني بزاف وحق الله العظيم. شوفوا هاك الملمى قدام معاك، هذيك الرقيه الشرعيه. عرفتي هذه القرعه؟ شفتي هذه القنينه؟ لازم تضل معي. هايا من عند المام. المهم قلت لكم شوفوا الورد واعر، عجبني بزاف. كم درخيه كم باع علي؟ هذا اشكم من امتى وانت هون؟ اه صار لي بالضبط ساعتين هون. وساعة قبل طلعت بدري من البيت، يعني صار لي 3 ساعات. ما شاء الله، متى ما تنطر هذه الحلوه. اي اكيد. شكرا شكرا. شوفوا كان 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 جاي من راسي. واحد هو اللي جاي من راسي كاع. المهم انتم اشتقت لجو اسطنبول والله. بس عندكم هون حر شوي عندنا اليوم بالضبط. بس لا والله انا لانه جيت صباح، جيت صباح بصراحه ما كان بدل. لا والله تقريبا نفس الشيء، بس مغيمة الدنيا عندنا شوي نحن. لا نحن بس الهواء حلو عندنا والله. والله هون يعني نفس الشيء 27 28 حلاوته هيك والله بصراحه. لا كثير هيك حر كثير ولا برد كثير، متوسط. احلى جو بقى. راح يقرب هلا جو الخريف وشيء. لا الحمد لله لقيتك بصحه منيحه. انا والله خفت عليك لصحتك، قلت هذا بيسوي قريب قريب. ابي اكل بيسوي مثل هذا القتل كان عندنا سموكي قبل اسبوع. لو تجيني ما بتعرفيني. هذا الدرس تعبني تعبني. هالحين صار لي يومين ثلاث ايام بس هيك جيت لحالي والله. يعني ما في، ما عم تقدري تاكلي يعني من الوجع من شو كان اسمه، ذات الزايد ما تاخذي الدواء، الدواء الانتي بيوتيك بتعرف شوي ما ياخذ جهد بصراحه. ايه ايه بس سهله الحمد لله. تمام قيش مش وصل. شكرا درم. الله باي باي مطار. باي باي ماما. ان شاء الله تال ان شاء الله ما كانت تجي عندك كل شهر ان شاء الله. يا ربي لك صبر الله نجي عندك العام الجاي. يا ربي يا ربي يا ربي. ياك علي ان شاء الله. ياك علي ولا شي عاوتاني ياك علي بزاف. فوالا قربنا ان شاء الله للدار. المهم شنو بغيت نقول لكم، علي باقي ما تغداش مسكين بقى كيتسنى فيا، ولكن انا بصراحه انا قد ما نجي جوعانه. لا لا انت ديجا خديتي الطياره فيها الميني كامل داك الشيء عارف. يا قلت الحين اشهر ما قدم مال يعني هيك شيء بيصير جوع يعني بجي من السفر وكذا. وانا ما تغديت عمدا، قلت نتغدى سوا. طلعت هي مغدايه. لا 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 قلت لي قلت لي مشيو مع بعضياتنا نتغداو ناكل داك الشيء خفيف صراحه، حيت ما فيهش نهائي الحس ديال الجوع بكل صراحه. شوف الصحن ثاني ديال اسطنبول اكيد. هاي ما يقولوا لك اهلا وسهلا نعيمه. لقينا انا لقينا. ايوا يا غزالي غزالي. غزالي غزالي اشتقنا لك. توحشتينا. عارفين الناس اش قد ما يسالوا عنك. يا سلام توحشتينا بزاف. لا لا توحشتك بزاف والله العظيم بزاف بزاف. انا كمان. اوكي جينا هذا المطعم انا وعلي سميتو اوندو. المهم علي ديجا مجربو، انا اول مره الصراحه. اكيد صبيتو تست. ياك هلا كمان حلو. المهم خوت العزاز خديت انا هنايا غير الشوربه ديال العدس صراحه تحشه كيديروها زوينه. شوف علي شفتي كتجي هكا خاطره واعره واعره مثل ما سوي لك بالبيت نفسها. طبي المهم هنا حاطين شويه ديال الربيع خبز، حاطين هنا ايران العالي هذا شنو هو اش كيقول له؟ ازما سلطه. ازما سلطه وهذه بصله زرزوات. ماما راه هنا شوف انت يا حمادي زرزوات. ايوا علي تا هو. وعلي شنو خديتي؟ خدا كبده ياك من بعد. انا ما خديتش كبده حيت راه وريت ما تيقنيش، قال لي وريني لا فوطو باش نشوف واش واكله مزيان ولا لا. وصورت في الطياره وريت التصويره وكل شيء عاد باش قال لي عندك الحق ياك. صح وانا هانتوما يا خوتي شنو خدا علي. شوف شحال ديال السيوخه ديال الكبده. واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. عشرة ديال السيوخ ديال الكبده بزاف.
بس صغار صغار هذول زغرت اوكي الكبده راه كتضرب كتضرب في المعده وانا راح اضرب انا ما بغيتش انا طلع لي شي فراز وحق الله العظيم المهم حاطين هنا البصله ايضا صافي هذا ما كان بصح شكون راح مسكين بقى كيتسنى لي سان جياك يلا بس معليش سويتها فينا المهم خوتي العزاز جينا دابا للدار المهم انا بعدا تصدمت من الريحه ديال الدار تصدمت من النظافه ديال الدار وحق الله العظيم صافي علي غنولي كل غادي نولي لا غير دقيقه غنولي كل مره نمشي نسافر شهر ونرجع حق الله العظيم ما كانش كيحسبني انت هكا الحادق وكذا المهم شوفوا الدار ما شاء الله نقيه فينا هو الزرابي الله غسلتي البرديات ما شاء الله انا مع فاطمه الا زوجي حادق 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 نشوف غرفه النشر اه فوق المهم شوفوا غرفه النشر هنا يحطينا الفاليزات وكل شيء شوفوا علي غسل كاع الطابيات كاع علي الطابيات غسل هذه ديال سميت وكل شيء هنايا الحوايج اللي خصهم يتغسلوا الافيرات ما شاء الله وزيانه باين عليك كتعتني بهما كيف هذه هي غسلتيها؟ اي عندي كيف صار هذا اه لا والله عندي كيف صار بيضاء اه يسالك والله ما شاء الله عين مسحتي كمان هاي من الغبره لما يكون فيها غبره ما يضل ما يضل فاتح شكون اسمه الجان ما تغبر ويتي 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 تروح شوف غرفتي اكثر حاجه شطقت لها واه ما هذا الجمال الطبيعي ما هذا ما هذا ما هذا شكون توحشني فلوقي في الغرفه ديالي حتى واحد انا انا توحشت فلوقي اكيد ها أكيد. بزاف ولا شويه شويه انا حيت كنعييك ياك لا لا بزاف دابا بقيتي مكونسونطري مع الخدمه ديالك اه صافي لا اسمعي ما في لا فلوق لا اسمع درت لا اسمع نوقف محل مسكين علي ها كضحك ياك المهم شوف هاي 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 ندير لي الكوسميتيكات ديالي ها انتم ها شوف من غير داكشي ديت معايا شكل غبره كاعطوه هون ما تكوني روحي الشبابيك الشبابيك هذا الاخر ايام كان درجه الحراره 32 يعني ما تقدر حتى تنامي ما تفتحش بك ما شكون شو شو سويت للبيت فيه ريحه حلوه كثير سر والله قاشك سر سر شوفوا الارضيه شحال نقيه واو الحين راح نسوي لنا كاس قهوه من ايد زوجتك الحلوه ايوه ونروح نقعد شوي نرتاح وتمام يلا اوكي ما خوتي العزاز قهوه تركيه من يد زوجته عاليه ايه ايوا اهلا انت شكرا رمضان هادي عجبتني على الريحه ديال الدار حق الله العظيم نقيه نقيه نمشي نشوف شنو واش خديتي شي صابون جديد ولا العزاز وصلنا للاخر ديال الفيديو بصراحه كان نهار زوين وكان نهار خايب صراحه حيت كيف ما عارفين كان فراق كيف ما ظهر في الفيديو الاول اللي شاركت معكم تفرقت مع راجلي وكان في نفس الوقت حزن وكان فراق وكان فرح نفس الحاجه دابا بصراحه بحق الله العظيم يعني الاهل ديالي تعودت عليهم بزاف هذه المره يعني بزاف 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 الوليدات توحش داك الصداع ديالهم هكا نبقى تابعهم كنقول لهم غنضربكم غنضرب الصنداله واخا ما كنضرب ما والو يعني توحشت الوالده مسكينه وشكرا لكم بزاف على الكلام ديالكم بخصوص الوالدين ديالي بصراحه كلمه الشكر كنقولها لكم ديما قليله 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 بزاف حقكم شكرا لكاع المغاربه شكرا لكاع العرب شكرا لكل اللي ساعدني ودعمني في قناتي الله يرحم لكم الوالدين شكرا لكم بزاف الله يسهل عليكم نتوما والله يفتح لكم باب الخير والله يحقق لكم كل ما كتمناه يا ربي بصراحه اليوم كان زوين الاخر ديالكم زوين بصراحه تلاقيت براجل عزيز شفته الحمد لله بخير وعلى خير بصحه جيده هذا هو المضمون طبيعه الحال توحش الدار توحش الاجواء هنايا ايضا يعني بلا ما ننكر طبيعه الحال ولكن الاهل ديالي حاله خاصه بكل صراحه الاهل حتى شي حاجه ما كتعوضهم
نهائيا. المهم اون فوا قبل زعما ما ندير لكم الفيديو اتصلت بحماتي حيت مسكينه كانت مشطونه عليا حتى هي وكتسلم عليكم بزاف بزاف بزاف. هكا شافت النقش ديالي ايضا عجبها بزاف. هما اللي كيعجبهم هادشي هاد النقش كدا وهذا الشيء كيعجبهم. هما غير ما يلبسوش داكشي بحال حنا عاد العبايات بحال ما كما يعجبش ماما نورمال يعني. ايه بالضبط. المهم كيف ما قلت لكم عيطت لحماتي وشيخه ايضا طمنتهم عليا فرحوا بزاف حيت بصراحه ممكن نقول لكم في المغرب اتصلت بهم غير شي جوج المرات ثلاث المرات بحال ما هكا كل اغلبيه كنا كندوي بصراحه اوديو اغلبيه حيت ما كاين ما اش غادي نقول لكم 25 يوم عبد الله شهر تقريبا تقولوا جلست ما كاين غير شي ربع ايام شي ثلاث ايام بحال ما حسيتش بداك ما حسيتش بلي راه جلست مع عائلتي ولا شي حاجه ما حسيتش بالوقت كيفاش شاطر زعما راه جلسنا وتحتتنا وضحكنا مع بعضياتنا وبزاف ديال الموتيفاسيون درنا مع بعضياتنا وكلشي الحمد لله. ولكن الوقت اخوتي ملي كيكون شي حد عزيز عليكم كتكون معاه ما كتحسوش نهائيا بالوقت صراحه صراحه صراحه. وانا ولافه كنولف بزاف داكشي ما كنحملش يجي عندي شي حد صراحه لله ملي كيمشي كنبقى حايره شنو ندير صافي هاتي كانت تعصب ديال بصح وكتجي الوحدانيه ياك عايز انت بحالي تعالي بحالي وشكون اللي بحالك كتبوا لي في التعليق لتحت. المهم هذا ما كان اخوتي الاعزاء نخليكم على خير نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الماجي. باي باي.